نشرت الإعلامية ديما صادق فيديو لرجل دين كان قد تحدث عن السرقة التي تعرضت لها الإعلامية، وكتبت صادق تعليقا على الفيديو قائلة: هذا تحريض رسمي على القتل، تهدرون دمي رسميا، تدعون الناس علنا باسم الدين إلى قطع يدي ورجلي ولصلبي، لن أشبهكم بذاك التنظيم كما فعل الآخرون. نظرة سريعة فقط على تويتر تكفي كي تعرفوا بماذا يشبهكم الناس بعد هذا المقطع. سأكتفي أن أضع هذا الفيديو إخبارا للقوى الأمنية. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.